مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان. في إطار الجولة الثابتة التي نقدمها لكم وهي جولة نائب، نحن الآن في جولة مع النائب عبد السلام الشيخ من محافظة قنا، ونحن الآن تحديدا نوجد في نجع الخرب بمحافظة قنا، حيث يوجد معنا الآن عدد من أهالي النجع يعرضون من خلال كاميرا جولة النائب لأهم المشكلات التي تؤرقهم وسبل حل هذه المشكلات من خلال النائب عبد السلام الشيخ. برحب بحضرتك فندم. أهلا بك. ممكن أتعرف بحضرتك اسمك؟ الحاج دياب بشير محمد حسن. حاج دياب، ممكن حضرتك تعرض لي أهم مشكلة هنا خاصة بكم في النجع هنا؟ اللي هي مشكلة الصرف الصحي عندنا، مشكلة الصرف الصحي عندنا، وعندنا في مجاري مية برضو عايزة تغطى، دي برضو عاملة حشرات وبتسبب أمراض للناس. عندنا حتة مثلا قولها كيلو متر، دي من زمان كان بيقولوا عن تغطى بالصرف الصحي، نغطيها طبقة ما فيش من. وعندنا برضو على الطريق هناك برضو في مشكلة صرف صح عندنا، هنا ما فيش صرف صح عندنا في البلد، واحنا نبعد عن المحافظة بستة كيلو، يعني المفروض اقرب القرى اللي تعمل فيها صرف صحي البلد ده، انما ما فيش اهتمام وما فيش بتاع كده. بس انتوا طالبتوا قبل كده ان يبقى لكم شبكة صرف صحي او لكم صرف مغطى؟ طلبنا كذا مرة طلبنا ان يكون شبكة صرف صحي ووعدونا المسؤولين، ما فيش تلبية للطلبات بتاعتنا. مفيش حد عمل لكم اي حاجه على مدار سنوات؟ لا، على مدار سنوات لم يفعل اي حد. اشكرك شكرا جزيلا. ما تعرف بيك يا حاج ابراهيم محمد مصطفى. حاج ابراهيم، ايه المشكله يا فندم اللي حضرتك بتحب تعرضها لنا النهارده؟ كانت المستشفى اهم حاجه، المستشفى تاخذ 25,000 مواطن هنا، لا فيها دكتور ولا فيها امصار، وشوف شايف قدامك انت الوضع قدامك، عاوزين دكتور مقيم، دكتور اسنان، دكتور عظام، غرفه عنايه مركزه برضه، وادي قدامك اهل الوطن شايفه قدامك، تخدم 25,000 مواطن هنا لاكثر من 3 سنين او 5 سنين، مفيش مهمله، شايف الوضع قدامك. اشكرك شكرا جزيلا. بتعرف بحضرتك فندم؟ جمال رمضان العالي يا باشا. استاذنك حق جمال نوصل للكاميرا كده فندم. اهم مشكله حق رمضان اللي بتحب ان انت تعرضها لنا النهارده ونتمنى من سياده النائب عبد السلام ان هو يحلها. نحن والله في ظل سياسه الرئيس السيسي والبرلمان المنتخب، يعني اللي جاب من جميع الأطياف، وفي ظل النائب عبد السلام الشيخ راجل المصالحات، هو جاب أصوات كثير ومحبوب لدى الجميع. بالنسبة هنا عندنا عادات وتقاليد، لكن هو محبوب راجل المصالحات، واستفسرنا شيء خير قلنا النائب وحيجبنا، يعني هو مش سايبنا خالص يعني مع المواطنين، بس لسه شوية الدولة زي ما بتقول واخد بالك. ونحن في ظل سياسة الرئيس السيسي الراجل اللي جاب الأمن والأمان لمصر، والديش اللي ضحى والشرطة، ونحن بنحب الديش، ونحن في ظل السيسي واخد بال سيادتك يعني، ولح نصبر يعني كده شوية. وبرضو يعني سيادة النائب يعني برضو كده ما عرضنا عليه المشاكل وهو لسه في الحل كده. أهم مشكلة حق حضرتك بتحب تعرضها لنا النهاردة، مشكلة بتؤرقك أو بتحب سيادة النائب يحلها؟ والله يعني اكبر مش يعني مشكله بتقرقني الوحده الصحيه، لان احنا 30,000 نسمه والناس الغلابه، وفي واحد بيتعور مش بنلقاه، ودي ليها 5 سنين يعني في ناس غلابه كده، يعني مثلا اللي عاوز يعمل كشف بيعتبر انقاذ على البلد كله، ما لناش غير بنلقى غير الناس تقول لك غير الوحده، وحالات الولادة وبالليل المتعسرة، وفي ظل الناس الغلابة عاوز له عربية يروح بها قنا يمشي، وعربيه جاي وعربيه، فبيروح اللي يعني دي اقل حاجه للغلبان الوحده الصحيه هنا للناس الغلابه. وزي ما انت عارف الناس كلها مزارعه يعني، وظروف اقتصاديه والسياحه نايمه صعبه، فنحن مشكلتنا الوحده الصحيه والصرف الصحي. نحن اقرب من المحافظه بست كيلو، يعني احنا اولى. بس نشكرك حاج شكرا جزيلا. معي ايضا احد ابناء نجع الخرب، بتعرف بحضرتك صبحي حميم اسمه. صبحي، ايه يا فندم المشكله اللي حضرتك بتعاني منها هنا وبتتمنى ان سياده النائب يعرض على حلها؟ الطرق. مالها يا فندم؟ طريق جنب الاشراف دي خالص، فالطريق ده والترعه قريبه على الطريق وبتسبب حوادث كثير، احنا عايزين توسيع الطريق، والترعه مكشوف العرق غلط، صرف مغطى، بس مش عايزين حاجه احنا. الترعه دي طولها قد ايه يا فندم؟ دي 7 لغايه من جنب لغايه كفتي اصلا، فالترعه دي ضيقه، والمسافه بتاعتها عرضها 3 متر، ويعدوا فيها عربيتين، العربيه 7 كيلو عربيتين، والعربية عرضة 2.5، يعني مفيش، بس شكلنا في العربيات دي يعني. طيب الترعة دي زي ما حضرتك ذكرت بتعمل لكم مشاكل صحية وللأطفال، في حيوانات نافقة، هل حضرتك تكلمنا عن المشاكل اللي انتوا بتعانوها من الترعة دي؟ طبعا في كل حاجة فيها، كل حاجة في الترعة دي، أي صرف صحي فيها،
صرف البيوت فيها كله بيرمي عليها دلوقتي. دلوقتي المواد الجوفيه علت في البلد، فالصرف كله بتاع الخزانات. عندنا اشرف صحيح عندنا خزانات، الخزان بيصرف على التراه، التراه المزارع بيسقي منها، الناس كله بيشرب منها البهايم، كل المواد الغذائيه بتاعتنا. يعني انتوا الاراضي اجود الاراضي الزراعيه دلوقتي بيتم ريها من خلال مياه الصرف الصحي؟ هي الترعه مختلطه بالترعه، مياه الصرف الصحي كتير خالص خالص عندنا. كل خزانات المياه الجوفيه عاليه بترمي على الترعه. فايش كان ده يعني؟ نشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عبد السلام الشيخ. حضرتك شفت يا فندم وسمعنا دلوقتي اهالي نجع الخرب في المحافظه، ايه يا فندم اهم المشكلات اللي حضرتك بتعمل على حلها وسبل حل هذه المشكلات الخطيره يا فندم؟ نتقدم بالشكر والتقدير للساده القائمين على القناه، قناه عين البرلمان. المشاكل عديده زي ما تحدثنا في الماضي، ولكن نتكلم فيما تم الحديث عنه الان، وهو الانتهاء باقصى سرعه من المباني والتشطيبات بالوحدة الصحية التي تخدم مش أقل من 20,000 نسمة، مع توفير الطبيب المقيم إقامة كاملة، مع توفير المكان المناسب والسكن المناسب للطبيب، لأن الطبيب إن لم يجد له مكان مناسب فلن يستطيع المبيت. فلابد أن يكون اهتمام الدولة ووزارة الصحة، وإحنا من خلال مجلس النواب إن شاء الله حيكون لنا جولات في هذا الشأن، على أن يكون كل وحدة صحية أن يكون فيها طبيب مقيم من خلال تكلفات الدولة للخريجين، ثم إعطاء الطبيب حقه كاملا في الإقامة من حيث المسكن ومن حيث ما يساوي إقامته ماديا، حتى يستطيع الطبيب الشاب أن يمكس، وتحفيز له على أن يكون يحب ومحب للعمل في هذه القرى. ثم الحديث اللي تحدث عنه برضو أحد المواطنين، وهو خاص بمياه الصرف الصحي اللي هي بتختلط بمياه الري، دي بتسبب التلوث البيئي، ثم بتسبب التلوث من خلال ري الأراضي الزراعية المحاصيل الزراعية الخضروات اللي احنا بنتغزل كلها. المياه مختلطة من المجاري مع مياه العذبة، ممكن تسبب السرطان يا فندم، دي بتسبب السرطان والفشل الكلوي وامراض عديده جدا. وزي ما انت عارف الاحصائيات ان اكثر الامراض الوبائيه موجوده في مصر على مستوى العالم برضو من نتائج خلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب او بمياه اللي هي بنروي بها الزراعات والمحاصيل اللي احنا بنعيش ونتغذى عليها. وانا اناشد الدوله واناشد الحكومه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يعطي هذا الامر اهتماما، وهو إصدار قانون مغلظ لكل من يصرف على مياه الترع، أن يكون هناك في قانون عقوبات بالحبس وبالغرامة، حتى نستطيع أن نقنن من هذه التجاوزات ومن هذه التعديات. يعني دي فعلا فندم أهم المشكلات اللي هنا اللي موجودة، الصرف الصحي ومشكلة الوحدة الصحية، والناس هنا بيعانوا من عدم وجود أطباء، بيروحوا على مدار أكثر من 10 كيلو أو أكثر من 11 كيلو كي يذهبوا إلى إحدى المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج. لما نتحدث عن مقومات الحياة للإنسان وللمواطن، أهم حاجة الصحة، لأنه هذا الإنسان من غير صحة لن يقام عمل. العامل من غير صحة مش هيشتغل، الموظف من غير صحة مش هيشتغل، التلميذ والطالب كذلك. فلا بد أن يكون الاهتمام الدولة عناية كاملة بالصحة، من حيث توفير الأطباء، توفير العلاج، توفير كل الأدوية، توفير كل ما يحتاج إليه المواطن. وقبل كل شيء الوقاية خير من العلاج، أن نعمل جاهدين على منع كل الملوثات التي تلوث المياه، سواء مياه الشرب التي نستخدمها أو المياه التي تستخدم في الإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية من خضروات ومحاصيل. فلا بد أن يكون هناك قانون رادع لكل من يتجاوز في هذا الشأن، حتى نستطيع أن نحقق صحة جيدة للمواطن. أشكرك سيادة النائب شكرا جزيلا على هذه الإفادة وهذه العرض المشكلات والحلول. كانت هذه جولة مع النائب عبد السلام الشيخ من نجع الخرب، أشكركم وأعود إلى استوديو عين على البرلمان.
شكرا محمد رياض ولضيفك ايضا. ولكن قبل عفوا لضيفك النائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب عن دايره مركز وبندر انا، جوله تفقديه في النجع ومحاوله للتواصل مع ابناء الدائره. عفوا لكل المشاهدين اللي حاولوا ان هم يتدخلوا معنا النهارده تليفونيا، ولكن الوقت الحقيقه بيبقى الى حد